سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته مشاهدينا الكرام أينما تكونوا، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الصحافة اليوم. هذا البرنامج الذي نناقش فيه أبرز القضايا والمواضيع، وأيضا نستعرض أبرز العناوين التي تداولت المواقع الإلكترونية والصحف بشأن أو المواضيع تلك الخاصة بشأن اليمني. والبداية بجولة سريعة في أبرز تلك العناوين. البداية من وكالة الثاني من ديسمبر وفيها نقرأ: تحدث عن قصته مع العميد طارق وأدواره القائد التهامي العقيد الزحزوح، هكذا أعيد بناء خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر. قيادة المقاومة الوطنية تنعي استشهاد البطل الشنيني في مدينة الحديدة. تقرير دولي: ميليشيا الحوثي توسعت في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. اقتصاد السوق السوداء: أزمة النفط المفتعلة حوثيا توقف نصف المصانع وتهدد مليون عامل. إلى صحيفة صوت المقاومة وفيها نقرأ: خاطب الأبطال في جبهة الساحل الغربي، أنتم أمل الشعب. القائد يجدد التمسك بخارطة الطريق إلى صنعاء. الحوثي يمهد لإعلان الإمامة، سن تشريعا يقسم المجتمع إلى هاشمي ويمني، فرض على كل يمني 20% من دخله. العميد دويد: العنصرية الحوثية محرقة لأصحابها. اللواء القوسي: نحن أمام فصل جديد من صراع الجمهورية مع الإمامة. أحد أبرز القيادات العسكرية من أبناء تهامة المنضوين في القوات المشتركة، قائد خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر لصوت المقاومة: طارق رجل المرحلة. بنى قوة منضبطة لتكون جيشا للوطن لا لحزب، جهوده في بناء خفر السواحل لا تأتي إلا من رجل دولة. قدرات وبسالة حراس الجمهورية في معركة الحديدة تدرس في الكليات العسكرية. أبناء تهامة أغلبية في المقاومة الوطنية، وأصوات الأجندة القذرة لا قيمة لها. جولة بحرية تدحض شائعات احتلال حنيش، دلالات سحق مخطط إرهابي حوثي داخل مدينة الحديدة. إلى وكالة خبر وفيها نقرأ: الفلكي الجوبي يكشف عن موعد كسوف كلي للشمس على اليمن، ساعة يصير فيها النهار ليلا. المجلس الاقتصادي يطالب الأمم المتحدة بموقف واضح من افتعال الميليشيات الحوثية أزمة وقود، بيان مهم لقيادات المؤتمر الشعبي العام في الخارج. تكبيد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة بكسر هجوم ليلي لها على كيلو 16 شرق مدينة الحديدة. الجراد يجتاح المحاصيل الزراعية في 3 محافظات يمنية. موقع منبر المقاومة طالعنا بالعناوين التالية: صد هجومين حوثيين في باب غلق والفاخر في الضالع. الحديدة ميليشيات الحوثي تغرق المدنيين في بحر المآسي. إصابة طفلين بانفجار لغم حوثي في الجوف. في موقع عدن الغد نقرأ: تسجيل 41 حالة جديدة بفيروس كورونا في اليمن. معلم تاريخي في عدن مهدد بالانهيار. قوات تابعة للانتقال تستولي على 7 حاويات محملة بأموال تابعة للبنك المركزي اليمني. الأحزاب اليمنية الخمس الحوثي تكريس فاضح للنهج السلالي العنصري. موقع نيوز يمن: تصنف الحوثيين منظمة إرهابية، حزمة مقترحات في الكونغرس تستهدف الدولة الراعية الأولى للإرهاب في العالم. كسر هجوم حوثي هو الثاني في كيلو 16 في الحديدة. تدمير استحداثات عسكرية وتمركزات للميليشيات الحوثية التي واصلت قصف الأحياء في الحديدة. في صحيفة الشرق الأوسط نقرأ: قال إن التحقيقات كشفت أن طهران تسلمت أسلحة في انتهاك للحظر. كوتريش يؤكد تورط إيران في هجمات بصواريخ ودرون على السعودية. دعوات يمنية لتشريع قانون يصنف الحوثيين حركة إرهابية، ردا على عنصرية الجماعة ومساعي فرض الخمس لسلالة زعيمهم. اتهامات للحوثيين بإجبار بائعي المثلجات على الترويج لأفكار الجماعة. الأحزاب اليمنية الخمس الحوثي تكريس فاضح للنهج السلالي العنصري. إذن رفض واسع في قطاع المجتمع لما حاول الحوثيون تمريره من لائحة تنظيمية لقانون
الخمس الذي يفرض على المجتمع خمس عائداته وثرواته، وكل دخله يذهب إلى سلالة واحدة، وهذا تمييز عنصري مقيت لا يتفق مع كل القوانين والدساتير في العالم كله، ولا حتى مع مفهوم ومضمون الرسالة الإسلامية التي ساوت بين الناس سواسية. نهب سافر وتمييز بامتياز، عنوان مقال للكاتب الصحفي والأستاذ عبد الباري طاهر، كتب فيه: فجع اليمنيون كل اليمنيين بصدور اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة، وكأنه لا يكفي اليمنيين الحرب المتطاولة لأكثر من 5 أعوام، ولا المجاعة المحيقة بغالبية السكان، ولا الحصار الداخلي والخارجي المدمر، ولا التشريد لأكثر من 4 ملايين، ولا الأوبئة الفتاكة التي تقتل المئات والآلاف. الحوثيون يسنون تشريعا تمييزيا عنصريا بامتياز يعطي لشريحة حاكمة من المجتمع الاستيلاء على الثروة الوطنية كاملة. فالأسهم الخمسة المنصوص عليها في الركاز والمعادن، السهم الأول لله أي لولي الأمر، معروف الآن من هم أولياء أمورنا في مناطق نفوذهم. التفسير الوارد في اللائحة يتصادم مع الدستور اليمني ومع كل الدساتير في البلاد العربية والإسلامية بل ومختلف دول العالم، فهذه اللائحة تمنح فئة من المجتمع تمييزا بالحصول على جزء من الثروة الوطنية، الملك العام للشعب كله، فالثروة في الإسلام ملك للناس وليس لشريحة معينة تقوم مقام الله والصراع منذ قابيل وهابيل، ومنذ قال أحدهم هذا لي يدور من حول البال والسلطان. الركاز والمعادن وما في باطن الأرض ملكية عامة للشعب، شأن السلطة السياسية نفسها. هؤلاء سلطة الأمر الواقع في صنعاء، يعطون لأنفسهم حقوقا لم يعطها الدستور ولا القانون. إنهم الآن يستولون على الثروات بدون وجه حق، ولكن سن تشريع تمييزي وعنصري هو كارثة لا تقل عن نظام الفصل العنصري في أي زمان أو مكان، وهو ما يرفضه الشعب اليمني. اللائحة التنفيذية كقانون الزكاة لن يكون القشة التي قسمت ظهر البعير، ولا النقطة التي أفاضت الكأس، ولا الشرارة التي أشعلت السهل، وإنما هي نار الفتنة التي لعن الله موقظها. ربما ما لاحظه اليمنيون، كل اليمنيين، أن هناك إجماع واسع على رفض هذه الخطوة العنصرية السلالية، وهذا ربما ما لم تتوقعه ميليشيات الحوثي التي كانت ربما أمنت أن هناك تمزق وهناك تشظي وتفتت للمجتمع اليمني ونخبه وحتى سياسيه وإعلاميه. مقال للكاتب أحمد غيلان تحت عنوان إجماع وطني ضد عنصرية الحوثي، كتب فيه: من البر إلى البر ومن البحر إلى البحر، وحيثما تتجه في كل اليمن، وحيثما تسمع أو تقرأ أو تتابع يمنيا في وسائل الإعلام والتواصل من داخل أو خارج اليمن، تسمع صوت اليمن واليمنيين رافضا للعنصرية وكهنتها الحوثيين الذين أفصحوا عن معتقدات بإصدار قرار لائحة خمس الركاز ليمنحوا أنفسهم أحقية نهب أموال الشعب اليمني تحت ذريعة خرافة استحقاق بني هاشم. نعم، قرار لائحة العنصرية التي تبرر نهب خمس الركاز من ثروات الوطن وممتلكات الشعب ليست أول جريمة يقترف الحوثيون في حق الشعب اليمني، ولكنها جاءت لتكشف ما كان الحوثيون يخفون من نزوع سادي عنصري وتوجهات نازية إجرامية وجرأة وقحة على ممارسة اللصوصية في أي مكان وزمان. مضامين اللائحة تؤكد انسلاخ هذه العصابة من المجتمع اليمني وهويته والتعالي على هذا المجتمع وادعاء الأفضلية عليه وفقا لتصنيف عرقي عنصري قبيح وغير مقبول. اللائحة تحوي مضامين مستوردة ومقلدة من التجربة الإيرانية وما تمارسه الحوزات العنصرية الإيرانية. إصدار اللائحة تحت ذريعة دينية لا صحة لها ولا مشروعية يؤكد أن هذه العصابة تجهل أو تتجاهل قيم الشريعة الإسلامية وتحاول تجهيل الشعب اليمني والاستخفاف به وبحقيقة ارتباطه الواعي بدين الله الحنيف. يعتقد الحوثيون أنهم أصبحوا قادرين على فرض أي قرار أو تشريع على الشعب اليمني دون أن يجدوا مواجهة كبيرة تجبرهم على التراجع، وهذا الاعتقاد سقط تماما بإجماع وطني أشعل وسائل الإعلام والتواصل رفضا وإدانة واستنكارا لوثيقة الحوثي العنصرية. يعتقد الحوثيون أنهم نجحوا في تمزيق قوى المجتمع ونخبه ومكوناته، وأنهم قد أوصلوا القوى السياسية اليمنية والمكونات الوطنية المختلفة إلى حالة العداء
الذي لا يمكن أن يجتمع لهم بعده رأي أو يتحد لهم موقف. يعتقد الحوثيون أنهم قد أوصلوا نخب المجتمعية وقادة الرأي والمثقفين إلى حالة اليأس والخنوع، وأن أحد من هؤلاء لن يجرؤ على معارضة أي تصرف أو سلوك. ومن هذه الحيثيات وغيرها تتضح أهمية البيانات والمواقف والحملات الإعلامية الرافضة لعنصرية الحوثي وجرائم ميليشياته. ولهذه الأسباب وغيرها يجب أن تستمر هذه المواقف وتزداد كثافة واتساعا، وأن تستمر وتتصاعد، وأن تكون بحد ذاتها معركة وطنية جامعة ضد الميليشيات الحوثية توازي وتساند معركة التحرير التي يخوضها أبناء اليمن ضد هذه الميليشيات في مختلف الجبهات. إذا لمناقشة هذا الموضوع الخمس الذي أثار الكثير من الكلام والكثير من ردود الأفعال الغاضبة على ميليشيات الحوثي، يسرني أن يكون ضيوفي عبر الهاتف الشيخ عبد السلام الخديري وكيل وزارة الأوقاف عضو جمعية علماء اليمن، والدكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي المعروف. نبدأ النقاش بعد فاصل قصير. لو بدأت معك شيخ عبد السلام، ربما الكل يعلم أن لا مشروعية لهذا القانون كونه أتى أصلا من جهة غير شرعية ولا يحق لها أصلا اتخاذ هذا القرار وسن القوانين، لكن ما هو أخطر من ذلك، هل أمن الحوثي العقاب فأساء الأدب؟ شيخ عبد السلام هل تسمعوني؟ يبدو أن لدينا إشكالية في التواصل مع الشيخ عبد السلام الخديري إلى أن يعود معنا. ربما الإشكالية الأكبر أن الحوثي أصبح يتصرف ويتحكم ويصدر قوانينه وهو يشعر بأنه في مأمن تماما من أي رد فعل غاضب من الشعب. الأمر قد يكون صعبا للغاية أن تقدم سلطة في العالم على إقرار مثل ذلك، لكن الحوثي استطاع أن يقدم على ذلك. أيضا الدكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي المعروف ينضم معنا لمناقشة هذا الموضوع. دكتور محمد، ربما اعتقد الحوثي أنه مزق المجتمع، نخب المجتمع المثقفة القادرة على الوقوف في وجهه، وأيضا يعتقد أنه استطاع تمزيق القوى السياسية وأن يبث فيها الكثير من الخلافات، ويرى أنه لا يمكن أن تجتمع هذه القوى السياسية لمواجهته، لذلك رأى أن هذا الوقت مناسبا. كيف تقرأ ذلك؟ طبعا أخي العزيز، الحوثي يعني الذي أعطاه كل هذا هذه الاستمرارية والقوة هو الضعف الذين لم يتحدوا لمواجهته. لكن في حقيقة الأمر أن المجتمع اليمني، دعك من النخب السياسية أو النخب الدينية أو الفكرية أو الثقافية، أن المجتمع ذاته المواطن العادي أو رجل الشارع إنجاز التعبير، هؤلاء متحدون على رفض الحوثي، على رفض عنصريته، على رفض استحقاقاته المالية، على رفض استحقاقاته ونزاهته السياسية، لأن ما يطرحه الحوثي أصلا ينافي الفطرة البريئة للإنسان. دعك من المثقفين والمفكرين والسياسيين والنخب، حتى الإنسان العادي فطرته السليمة ترفض ما يخص به الحوثي نفسه من مزايا اقتصادية وسياسية. ولذلك لاحظنا خلال الأيام الماضية أن الشارع اليمني على وسائل التواصل الاجتماعي بكل مستوياته السياسية والدينية والثقافية والحزبية أجمع على استنكار، حتى من داخل العاصمة صنعاء، حتى من داخل بعض الذين رأوا من الحوثيين أنفسهم أو ممن ناصر الحوثيين، رأوا أن ذلك لا يستقيم، ورأوا ولو من قبيل التقية ومن قبيل ممالأة العالم الخارجي، قالوا بأن أو أدانوا هذه اللائحة الحوثية بتخصيص الخمس للهاشميين حسب تسمية هذه اللائحة. المهم أن هذه اللائحة وضعت هذه العصابة في موضعها الحقيقي، هي عصابة لا أقل ولا أكثر، جاءت للسرقة والنهب، ولكنها زادت على ذلك بأن جعلت من هذه السرقة وهذا النهب جعلته شريعة وقانونا، أو حاولت أن تجعله شريعة وقانونا من خلال هذه اللائحة التي تزعم ويتكذب
بأن هذه اللائحة متضمنة أصلا في قانون صدر من قبل في عام 1999. الحقيقة أن قانون الزكاة صدر من قبل لكنه لم ينص على فئة محددة تتسلم هذه النسب التي حددتها لائحة الحوثيين، ولم أيضا لم تسمي شخصا بعينها أو فئة بعينها أو سلالة بعينها، ولم تسمي أنصبة أو مقادير. على كل أخي العزيز، رب ضارة نافعة. رأينا بالأمس وقبل الأمس يعني البيانات الصادرة عن الأحزاب السياسية، المؤتمر الشعبي العام، تجمع اليمني للإصلاح، وحتى هيئة علماء اليمن، وكذلك حتى المقاومون على الأرض، المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، وأيضا بيانات. وهنا ربما يكون السؤال دكتور محمد، هل هذا الموقف قد يحرك الجميع لكي يرصوا صفوفهم ويتوحدوا ويعلموا أن الحوثي يستهدف المجتمع بأسره وبأكمله، ولا يستهدف حتى حزبا أو طائفة أو حتى فئة أو قبيلة؟ هذا ما نقوله منذ فترة طويلة. يعني إذا كان الحوثيون ينظرون إلى اليمنيين على أساس أنهم كتلة واحدة ولا يميزونهم إلى مؤتمر وإصلاح وناصري وغير ذلك، فإن على هذه الأحزاب أن تنظر إلى نفسها كما ينظر إليها الحوثي. الحوثي لا يميز، الحوثي لا يقول هذا مؤتمري وهذا إصلاحي عندما يستهدفهم. يعني قتل زعيم المؤتمر الشعبي العام وسجن رموز الإصلاح وطردهم دون تمييز لحقيقة الأمر، لأنه يرى أنهم أعداؤه. فعلى المؤتمر وعلى الإصلاحي أن ينظر إلى نفسه نظرة الحوثي إليه من هذه الزاوية، على أساس أنهم متحدون في مواجهة هذا المشروع. عليهم أيضا أن ينظروا إلى اتحاد الناس، المواطن العادي، الناس الشارع الذين استنكروا هذه الأمجية وهذا التقنين البشع لنهب ثروات البلاد ومكتسباتها. أنا أتصور أن هذه الحملة يعني ينبغي أن تستمر، ولا ينبغي أن لأن هناك من يطرح أننا يعني بالغنا في إعطائها أكثر من حجمها. يجب أن نركز على فضح هذه الجماعة، وأنها في الوقت المحدد أرادت أن ترى مدى استجابة المجتمع اليمني لما تطرحه، وعندما ظنت أنها يمكن أن تخدع الناس ويمكن أنها قد وصلت إلى مستوى من القوة يؤهلها لأن تفرض وتقنن ما تشاء، وجهت بمجتمع بأكمله يرفض طروحاتها ويسخر من سلاليتها واستعلائها واقتفائها وإخراجها لمقولاتها التاريخية. جميل دكتور محمد، دعنا نشرك معنا في النقاش الشيخ عبد السلام الخديري، وكيل وزارة الأوقاف، عضو جمعية علماء اليمن. أولا ربما أسألك في شقة السؤال الأول، كونك جزء من الحكومة الشرعية، هل هناك نية لتصعيد هذا الموقف في الأمم المتحدة، كون هذا القانون الذي تحاول الميليشيات يخالف كل الدساتير وكل الشرائع التي تنص عليها مواثيق الأمم المتحدة ويخالف حتى العقل والفطرة؟ وفي شقة السؤال الثاني، ربما أنتم أصدرتوا في جمعية علماء اليمن بيانا حول ما حدث وما أقره الحوثي، تعليقك على هذين السؤالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر الأكبر لبيتك الكريم وللإخوة المشاهدين جميعا. هذه الجريمة التي تضاف إلى جرائم الميليشيات الحوثية، يعني كما قال بيتك الكريم رب ضارة نافعة، فهي يعني لفتت النظر إلى جريمة أخرى ضمن مسلسل الجرائم التي تكررت في حق الشعب اليمني، وفي الوقت الذي كان ينتظر الناس تحرك هذه الميليشيات ولو من الناحية الأدبية والأخلاقية في البحث عن علاج للمرضى الذين يفتك بهم اليداء، في الوقت الذي يفاجئون شعبنا اليمني بمزيد من الممارسات ومزيد من محاولة إبقاء شرعية مزعومة على فسادهم وعلى نهبهم لأموال الناس واستحلالهم. أخي الكريم، هذا ليس بغريب على هذه الجماعة، ولكن الشيء الملفت أنهم الحقيقة يعني يقدمون أنفسهم للناس على حقيقتهم. فعلى العالم الآن أن ينظر لماذا يقاوم الشعب اليمني هذه الميليشيات وهذا الانقذار. على العالم كله أن يدرك أن الشعب اليمني يعاني من ميليشيات انقلبت عليه وتريد الآن شرعنة
يعني ممارساتها العنصرية ضده. ما صدر من هيئة علماء اليمن شيء يشكر عليه، وصدرت كذلك بيانات من الأحزاب والهيئات والمؤسسات والأشخاص. الشكر للجميع الذين يعتبروا جميعا يعني حراسا لوطنيتهم ولمواطنتهم ولجمهوريتهم وللعدالة والمساواة. أخي الكريم، نحن نتحدث على أن الخطر في هذا الأمر هو أن الفساد الذي تمارسه هذه الميليشيا على الشعب اليمني يراد أن يقنن، ويراد أن تبقى عليه المشروعية، ويراد أن يمارس باعتباره تعبدا لله تعالى. هنا الخطورة، وأقول وأنا أغتنمها فرصة من خلال قناتكم المباركة، في أن الخطر الفكري والعقدي الذي تمارسه هذه الميليشيات من تغيير العقائد وتحويل الأفكار ويعني استنساخ التجربة الإيرانية ونقل يعني الخرافات، خرافات قم وخرافات يعني إيران إلى اليمن. هذا هو الخطر الذي ينبغي أن يتنبه له العلماء والدعاة والأدباء والعلماء ودكاترة الجامعات وأساتذة المدارس. شيخ عبد السلام، أولم يتنبه كل أولئك إلى حد اللحظة لهذا الخطر؟ أخي الكريم، الكل يدرك الخطر، ولكن كلما يعني انشغل الناس بجانب من جوانب فسادهم كلما لفت النظر إلى جانب آخر. في الوقت الذي يشعر شعبنا الفقر والجوع والحرب التي تسببت إلى هذه الميليشيات على الشعب اليمني، في الوقت الذي يضيف جريمة جديدة وهي يعني استهداف عقائد الناس وأفكارهم. أخي الكريم، أنا أتحدث إليك وإلى الإخوة المشاهدين وأؤكد أن هناك دورات مستمرة تسمى الدورات الثقافية، وأيضا هناك يعني أقول يعني أخذ الطلاب اليمنيين وباسم المنح الدراسية إلى إيران وإلى العراق وإلى لبنان وإلى عدد من المراكز الشيعية هناك من أجل تفكيخ الشعب اليمني والإخلال بوحدته وبنسيجه الاجتماعي وبأخوته وبشريعته وبعقيدته الصافية السليمة. وعلى هذا الأساس فإن ما صدر منهم الآن هو عبارة عن لفت نظر على شعبنا اليمني الكريم أن يدرك أنه يخوض معارك في مختلف الجوانب، وأن المعركة الفكرية والعقدية لا تقل عن بقية المعارك أهمية. وعليهم أنا متأكد تماما أنهم أدركوا هذه الفعلة أن شعبنا اليمني لم يعد كما يتصورون، وأن الكل منتبه وأن الكل متوقف. كما أؤكد أن مثل هذه التصرفات تزيد من وحدة الشعب اليمني ومن انتفاخ شرعيته ومن أيضا استفاده ضد هذا المشروع. فأنا أحيي كل الذين اصطفوا يعني في هذا. ربما الجميع شيخ عبد السلام متضرر، وبكل تأكيد هذا سيكرس الثروة والسلطة في جماعة محددة ومعينة. لكن دكتور محمد، ما الذي تبقى لكي يتم تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية عنصرية سلالية محليا ودوليا؟ تقريبا كل الجرائم التي تجعل من أي جماعة يتم تصنيفها على لائحة الإرهاب قد ارتكبتها ميليشيات الحوثي. الحقيقة أخي الكريم، هناك يعني نواب أمريكيون يعني وضعوا يعني قدموا مشروع قرار الكونغرس باعتبار الحوثيين جماعة إرهابية، معتمدين على كون الحوثيين إحدى أذرع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. ومعروف أن أمريكا تصنف الحرس الثوري وفيلق القدس تحديدا على قائمة المنظمات الإرهابية العالمية، وصنفت بعض المنظمات الأخرى المرتبطة بإيران في العراق وفي سوريا وفي لبنان كذلك جماعات إرهابية على هذا الأساس، أي على أساس الارتباط بفيلق القدس المنتمي للحرس الثوري الإيراني. والحوثيون في هذا السياق لا يختلفون عن غيرهم من الجماعات المرتبطة بهذا الذراع الخارجي للحرس الثوري. لا ندري إلى أي مدى ستذهب هذه المحاولة، لكن أعتقد أنها نتيجة لوصول الصوت اليمني للمجتمع الدولي، ونتيجة أيضا
للممارسات التي تقوم بها هذه الجماعات داخل اليمن وخارج الجماعة أو خارج اليمن، أمر الذي يعني يكشفها بشكل واضح للمجتمع الدولي وللأمريكيين تحديدا، الذين تنبه فريق منهم بعد أن استطاعت الدعاية الإيرانية والحوثية والأبواق الموجودة هنا في الغرب استطاعت تحسين وجه هذه الجماعة وتصوير الحرب في اليمن على أساس أنها حرب على اليمن بشكل عام وليست حربا تقوم بهذه الجماعة ضد اليمنيين. أنا أتصور أننا ينبغي أن نواصل هذه الجهود، نواصل تعرية الوجه القبيح لهذه الجماعة، سواء كان الوجه الإرهابي أو الوجه السلالي والعنصري أو الوجه الفاسد المرتبط بالإدارة الفاسدة. كل هذه الوجوه الفاسدة ينبغي أن نعريها وأن نوضحها من أجل أن يكون مجتمعنا في الصورة، من أجل أن يكون الأشقاء العرب في الصورة وكذلك المجتمع الدولي في الصورة. لا نستعجل، لكن علينا أن نعلم بأن النهر والبحر هو مجموعة من القطرات المتراكمة التي تشكل هذا المحيط، وربما إذا تكاتفت الجهود وجمعت العصيفة إنها بكل تأكيد ستأبى أن تتكسر وستصل الرسالة في آخر المطاف. أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي المعروف، كنت ضيفي عبر الهاتف. الشكر أيضا موصول للشيخ عبد السلام الخديري وكيل وزارة الأوقاف عضو جمعية علماء اليمن. فاصل قصير نكمل بعده بقية الحلقة. إذن احتفل بالأمس العالم باليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، لكن في بلادنا اليمن ليست عمالة الأطفال هي الإشكالية، بل هناك أيضا تسليح وتجنيد الأطفال وإرسالهم إلى محارق الموت. الميليشيات ربما جميع التقارير الدولية تتهمها بأنها جندت الكثير من الأطفال، لكن أيضا اليوم أقرت الميليشيات الحوثية حزمة من الإجراءات من خلال المراكز الصيفية. طبعا هي دعت أولياء الأمور إلى الدفع بأبنائهم إلى المراكز الصيفية وأيضا إلى الاستماع، خصصت إذاعات خاصة لبث برامج تقول أنها توعوية من خلال إذاعات محلية لكي يتم إيصال فكرها الظلامي وربما إرسال مزيد من التلاميذ، مزيد من الأطفال إلى جبهات القتال. حول خطورة ذلك وكيف سيؤثر على الفكر العقائدي لهذا الجيل مستقبلا، يسرني أن يكون ضيفي عبر الهاتف الأستاذ خالد الأشبط رئيس المجلس التربوي. أهلا بك أستاذ خالد. ربما الكل يعلم أن ميليشيات الحوثي قد زرعت كل البلاد بألغامها تحت الأرض، لكن ما هو أخطر زراعة ألغام الفكر في عقول النشأ من خلال هذه البرامج التي تقول أنها أنشطة صيفية توجهها في المدن عن طريق الإذاعات المحلية وأيضا في الأرياف عن طريق افتتاح مراكز صيفية في المدارس؟ ما خطورة كل ذلك وما الذي تسعى إليه ميليشيات الحوثي من وراء ذلك؟ أخي العزيز، طبعا هذا الجماعة وكما ذكرت من جد لها استراتيجية معينة نحو التربية والنشئ بالذات، يعني استهدافها للنشئ هدف استراتيجي. هذا العام الثالث وهي تقوم بالمراكز الصيفية لهدف تغيير فكري، تغيير عقلية الطالب اليمني والطفل اليمني بأفكارها الدخيلة على مجتمعنا اليمني، وأيضا تغيير هوية للمجتمع، لأنه بعد 10 سنوات سوف يظهر لك جيل جديد بفكر جديد. إذا استمرت هذه الجماعة على هذا المنوال يعني 10 سنوات وأنت على جيل مكتمل بفكر جديد يحمل هذه الأفكار الهدامة، ليس علينا كيمنيين فقط وإنما على المنطقة برمتها. فهذه الجماعة من هذه المراكز الصيفية، وأيضا ليست فقط من أجل التغيير الفكري وإنما أيضا لتعديئة جبهاتها بالمقاتلين، لأنها تفتقر هذه الأيام للمقاتلين نظرا لخسارتها في الجبهات.
المراكز الصيفية هدت أيضا تبعينها تبعين جبهاتها بأطفالنا وعسكرتهم إلى محرقة الموت في جبهات القتال العبثية التي تقوم بها هذه الجماعة. هنا ربما الدور على أولياء الأمور محاولة إنقاذ حياة أبنائهم. هذه الجماعة كما أسلفت أنت هي فقط تريد أن تعبئ أفكار هذا النشر ثم تأخذه إلى جبهات القتال فيعودون إلى أهاليهم جثثا هامدة. كيف يمكن أن ينقذ أولياء الأمور أبنائهم؟ حقيقة الأمر الآن الجبهة الوحيدة لمواجهة هذه الجماعة هو ولي الأمر، لأنه المجتمع الدولي متدرج وأيضا بقية القوى ليس لها أي تأثير بالنسبة للمناطق أو حامل بينها وبين المناطق التي تحت سيطرة هذه الجماعة حاجز، حيث أنها لا تستطيع أن تؤثر في تصرفات هذه الجماعة، وأيضا توقف الجبهات على هذه الجماعة أنها تفرح وتمرح في عملها بهذه الطريقة. لذلك بدي ولي الأمر هو الوحيد المعني بمواجهة هذه الجماعة، بحيث أنه يعني ابنه من معركة الموت ومن تغيير فكره. فعلى كل أب وعلى كل أم أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه أبنائهم، بحيث أنهم لا يسلموا أبنائهم لهذه الجماعة، وإن وجدت الضغوطات الكثيرة التي يتعرضوا لها وخاصة لا يتعلق بالبقاء بالحياة، حيث يضغط عليهم جماعة الحوثي بالأكل والشرب، إن لم يأتي ابنك إلى المدرسة فسوف نقطع عليك السلة الغذائية، فسوف نقطع عليك دبة الغاز، فسوف نمنعك من الحمل، فسوف نص أداء الأب الموظف أو الأم الموظفة. هذه الضغوطات يتعرض لها الأباء والأمهات، لكن عليهم أن يقاوموا ويحموا أبنائهم ويرزقهم من الله، لأن الأولاد أغلى من كل شيء بالنسبة للأب والأم والوطن حقيقة. الأستاذ خالد الأشبط رئيس المجلس التربوي كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من الصحافة اليوم. لا يسعني إلا أن أشكركم أنتم مشاهدي الكرام إلى ما تكونوا على حسن الإصغاء والمتابعة. غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.